بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذته وقراء صحيحي وشرحي في الدارين آمين. الباب العاشر من الكتاب 37، كتاب الأشربة، باب جواز شرب اللبن. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه، الحديث 56 بعد 305,000. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة في الهجرة، يعني مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحلبت له كثبة من لبن، يعني قليل، كثبة يعني قليل من لبن، فأتيته بها فشرب حتى رضيت. ده من شدة محبة سيدنا أبي بكر، إن النبي لما شرب سيدنا أبي بكر شعر بالرضا في نفسه كأنه هو الذي شرب، من شدة المحبة يعني. ده يدلك على شدة تعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز شرب اللبن من راعي لا يملك ما يرعاه؟ ما قالكش هنا استأذنه مالك الغنم، ده الراعي، والراعي لا تصرف له لأنه لا يملك ما يرعاه، فهل يجوز أم لا؟ اختلف العلماء في التأويل، قيل من ضمن التأويلات أنهم ربما دفعوا له الأجر على سبيل الشراء، وبعضهم قال أن كانت من عادة الرعاة بإذن ملاكهم ألا يمنعوا العطشان إذا مر عليهم أن يسقوا قليل من اللبن، فده كان على العرف المتبع بالإذن العام، فتحتمل هذا وتحتمل هذا. وعنه به قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول: سمعت البراء يقول: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم، قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه، يعني غاصت قوائم فرسه في الأرض، ساخت يعني غاصت، فساخت فرسه، فقال: ادعو الله لي ولا أضرك، قال: فدعا الله، قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براعي غنم، قال أبو بكر الصديق: فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب واللفظ لابن عباد قال: حدثنا أبو صفوان قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: قال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي ليلة أسري به بإيليا، إيلياء اسم لبيت المقدس، من أسماء بيت المقدس إيلياء اللي هي القدس، أوتي ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما، وخد بالك إن الخمر دي خمر من الجنة واللبن ده لبن من الجنة، وبالتالي خمر الجنة مباح. هتقول ازاي يتعرض على النبي خمر، يعني اختار ايهما؟ بس دي خمر الجنة يا استاذ، دي خمر مباحة، حتى لو اختارها كان لم يفعل حراما.
أتي بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لأن النبي موفق فاختار الفطرة، لو أخذت الخمرة يأسم النبي؟ أبدا، بس تغوى أمته، غوت أمتك، يبقى النبي موفق اختار ما فيه مصلحة لأمته صلى الله عليه وسلم. لو أخذت الخمرة غوت أمتك، يعني كأن اللبن شراب يوافق الطبيعة البشرية، فهو إيه؟ شراب وغذاء، لأنه يوافق الفطرة، فهو في المعنى رمز للفطرة، وفي الحس مغذي للبدن ويروي البدن، اجتمع فيه الطعام والشراب، يعني اللبن اجتمع فيه الطعام والشراب، فهمت؟ ويأتي في المنام اللبن في ايه؟ بمعنى العلم. يبقى اللبن اذا جاء في المنام في عالم الخيال يؤول بالعلم. وعلشان كده ورد ايه؟ حديث ان النبي اوتي في المنام بقدح من لبن فشربه وبقيت فيه فضلة شربها عمر بن الخطاب، الحديث في البخاري. فالنبي ايه قالوا له: بما اولته؟ قال: اولته بالعلم. فهمت ازاي؟ يبقى ياتي تاويله في المنام بالعلم، يعني اللي يشوف نفسه بيشرب لبن في المنام معناه يرتوي من العلم، لان العلم هو غذاء الروح والعقل، واللبن وغذاء البدن. فأنت في المنام إذا رأيت اللبن تشربه فهذا غذاء للروح والعقل، يعني للعلم. فهمت بقى؟ فهناك علاقة بين عالم الخيال وعالم الحس وعالم المعاني، واللي يدرك هذه العلاقات يعرف تأويل المنامات، اللي يعرف العلاقة بين الأشياء دي كلها يعرف كيف يؤول المنام، وده سر تأويل المنامات، هي العلاقة بين عالم المعاني وعالم الخيال وعالم الحس. وعن أبي قال: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر بإيليا. باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء. تخمير الإناء يعني تغطية الإناء. وعن أبي قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم قال: ابن المثنى حدثنا الضحاك قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبرني أبو حميد الساعدي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع. النقيع ده موضع في وادي العقيق، اسم موضع في وادي العقيق. وادي العقيق ده وادي كبير يبدأ من المدينة ويدخل فيه ذي الحليفة اللي هي ميقات أهل المدينة، ويمتد كمان بعده بشوية. وادي كبير ووادي من الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله جبريل وهو في وادي العقيق، قال: هذا واد مبارك، إن الله يأمرك أن تنزل فتصلي فيه. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، يعني مش متغطي يعني. فقال: ألا خمرته؟ ولو تعرض عليه عودا، ولو حتى تحط عليه عود بس كده. قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. أبو حميد بيفسر إن الأمر بالتوكية والتغطية هذا خاص بالليل، وهذا تفسير الراوي، وتفسير الراوي غير ملزم، والنبي أمر بالتغطية مطلقا، وده مذهب الشافعي سواء في الليل أو النهار، ولا نتقيد بتأويل الراوي لأن أمر النبي مطلق، فجاء الراوي فيه من أن التغطية متعلقة بالليل فما نلتزمش بيه. مذهب الشافعي كده لا يلتزم بتفسير الرواة ولو كان حتى هو الصحابي، إذا كان اللفظ يحتمل أوسع من التأويل. فالعبرة إحنا متعبدين بلفظ النبي. فهمت إزاي؟ ده رأي الإمام الشافعي.
وبعض العلماء قال لك لا ناخذ بتأويل الراوي ونكتفي به. لكن مذهب الشافعي يأخذ بإيه؟ بلفظ النبي وعمومه، فيبقى الأمر بالتغطية وبربط استقاء في الليل أو النهار مطلوب. وعن أبي قال وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج وزكرياء ابن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني أبو حميد الساعدي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى أبو حميد ده تأويل الصحابي، خد بالك، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بمثله، قال ولم يذكر زكرياء قول أبي حميد بالليل. طب ما هو جاء من النقيع والنبي يقول ألا خمرته وأجيت جايبه بالنهار، فهمت ازاي؟ يبقى التخمير مطلوب عموما مطلقا، لكن لا شك في الليل يكون أشد طلبا، لا شك في الليل يكون إيه؟ أشد طلبا، لأنه قد تأتي عليه الهوام أو الحشرات فيضر، وقد يأتي عليه الوباء، فإن الوباء ينزل مرضى في السنة يعني المرض، وقد يأتي إليه الشيطان فيشرب منه. يبقى فائدة التغطية أربعة، فائدة تغطية الإناء إيه؟ أربعة، تمنع ورود الشيطان عليه، لأن الشيطان لا يشرب من إناء مخمر، يدور على أي إناء مش متغطي ويشرب منه. يبقى يمنع ورود الشيطان عليه أول حاجة. تاني حاجة يمنع نزول الوباء فيه يعني الأمراض المعدية. وتالت حاجة يمنع وقوع القاذورات أو النجاسات في الإناء. ورابع حاجة يمنع الهوام والحشرات إنها تقع فيه، فلا يقع فيه مثلا صرصار، سحلية، فار. فأنت ممكن تبقى عندك مثلا إناء لبن كتير، تصحى الصبح تلاقي فارين ثلاثة ميتين فيه، خصوصا في ناس عايشين في بيئة فيها حشرات، فهمت ازاي؟ وهوام او تعبان وقع فيه او اي حاجة. فالتغطية مهمة وهي سنة نبوية جميلة لربات البيوت المسؤولات عن الأطعمة، عليهم ان هم يغطوا أطعمتهم باستمرار. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى يعني طلب السقيا يعني، فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا؟ فقال بلى. قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته؟ ولو تعرض عليه عودا؟ قال فشرب. يعني معناه انك انت ما تجيب شراب تقدمه لحد تجيبه متغطي، السنة كده، لانك انت وانت ماشي ممكن يقع عليه حاجة، تراب، قاذورات، اي حاجة، هوام، يقع عليه ذباب، اي حاجة. فدي كلها ايه؟ آداب نبوية شريفة. وعن أبي قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر قال جاء رجل يقال له أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب، يعني ما يخرجوش يعني بعد المغرب الأطفال مع دخول الليل، الأطفال ما تخرجش تلعب لأن بيبقى الشياطين في الوقت ده خارجين مالين الشوارع. يعني الناس لما بتبقى مروحة بيوتها تعبانة يكون الشياطين هيبتدوا يومهم، فهمت ازاي؟ ففي الوقت ده ما تخرجش الأطفال حتى لا يؤذوا، خصوصا ان الاطفال على اخر اليوم بيكون مليانين قاذورات بسبب اللعب، بيلعبوا طول النهار بقى وفي قاذورات والشياطين تحب قوي القاذورات،
فتيجي في ثياب الاطفال اللي فيها القاذورات دي تقرب ليها وتشمشمها فقد ايه تضرهم. ففي الحاله دي علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهانا اننا ايه نخلي اولادنا مع غروب الشمس تلعب كده في الشارع، نلمهم من الشارع، تعال خش خش يا ولد انت اهو، نلمهم لحد ما الشياطين واولاد الشياطين يروحوا مدارسهم ويروحوا مصالحهم، لان هيبتدوا يومهم، هم بيبتدوا يومهم بالليل واحنا يومنا بينتهي بالليل. هم يردوا الماء ليلا واحنا نرد الماء نهارا، مقسمنا. فهمت ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: غطوا الاناء واوكوا السقاء. اوكوا السقاء يعني اربط السقاء، فم السقاء القربة يعني، واغلقوا الباب واطفئوا السراج، فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء، فان لم يجد احدكم الا ان يعرض على اناء عودا ويذكر اسم الله فليفعل. حتى لو مش لاقي غطا ان شاء الله يحط قلم زي ده على ايه فم إيه السقاء بتاعه او الفنجال او الطعام، يحط ولو قلم كده والبسم الله بس خلاص، الشيطان ما يقدرش يقرب له. فاهم؟ ايوه. لو اتنسل الطعام والمشروب نعمل فيه تاكله ولا حاجه، لان الامر هنا للارشاد وللاستحباب وليس للوجوب، ارشادي امر، بدليل ان الراجل لما ما غطاش النبي خده شربه، قال له انا غطيت وراح شربه، مش كده؟ ولا قال له ارميه؟ مش لسه قارينا اهو بالحديث؟ انت شفت الوباء عينك؟ لا يعني ما انت بتقول بسم الله وبتشرب، لكن لو شفت في حشرات قاذورات بتاع بعينك بقى خلاص طعمه تغير، خلاص ما تشربوش. فهمت ازاي؟ فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء. مؤدب اهو الشيطان، حتى الشيطان عنده أدب، يا خبر أبيض. لكن شياطين الإنس يكسروا الباب ويشيلوا الغطاء ويحلوا الوكاء، يعني شياطين الإنس أشد، عشان تعرف بس إن شياطين الإنس دول أخطر، ده بيفتح الخزنة. فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، تشعل النار يعني. طب الفويسقة اللي هي الفار الفأرة، لأن كانت بيولعوا شمع، فهمت؟ فتيجي الإيه الفارة تعدي على الشمع، تقوم الفارة ممكن يتحرق دلها، وتجري بقى الفارة من حرق دلها تروح نشر النار في البيت كله تولعه، فهمت؟ تضرم على الناس النار. فانت اطفئ احسن الايه؟ الحاجات دي، والوقت كمان عشان الكهرباء غليت، يبقى اطفئ بقى ايه؟ السراج كمان علشان ما تدفعش فاتوره الكهرباء غاليه. لان بعد كده هتلاقي فاتوره الكهرباء هتجيلك تخليك تبيع عيالك وبيتك والبتاع عشان تسدد فاتوره الكهرباء. هيغلوها جدا. فتاخد بالك. يعني سنه النبي عاملها في كل عصر. حتى في هذا العصر المبارك. حتى ايام الكهرباء. فبرضه مفيده، لان احنا شفنا ناس بيناموا في التكييف ويجي لهم ماس كهربي يحرق البيت. شفنا يعني حوادث زي دي بماس كهربا بسبب ايه؟ ان التكييف شغال ساعات طويله، واخد بالك، وهو نايم تبص لا يحصل حريقه في البيت. مش بتحصل ولا ما بتحصلش؟ يبقى كلام النبي ما زال عاملا ولا لا؟ حتى في عصر الكهرباء ما زال عاملا. فسنه النبي فيها الرحمه، واخد بالك؟ ولو ولع شمعة خطر، لأن ممكن الشمعة تسيح توصل لحد الخشب تولع الدنيا. ده في ناس تقعد تشرب سجاير على السرير ويروح في النوم تقع السيجارة منه، يروح إيه يتحول السرير إلى جهنم، والله يتحرق حريقة رهيبة. أنا أعرف واحد كان جارنا وإحنا كنا أطفال اتحرق بالطريقة دي، كان غاوي يشرب سيجارة قبل ما ينام،
يقول لك انا ما اعرفش انام الا ما اشرب سيجاره. طب الحمد لله، فراح ربنا حرقه بالسيجاره. فمره من المرات كان راجع يظهر تعبان مرهق من شغله، فما كملش السيجاره، قعد وقعت من ايده ونام، راح في النوم اتحرق. اتحرق وما ماتش، بس عاش مشوه بقى. فسنة نبيك ما فيهاش الا الرحمه، خد بالك، سنة نبيك ما فيهاش الا الرحمات. فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغلق الباب. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أنه قال: وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء، ولم يذكر تعريض العود على الإناء. وعن أبي قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الباب. فذكر بمثل حديث الليث، غير أنه قال: وخمروا الآنية، وقال: تضرم على أهل البيت ثيابهم. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم، وقال: والفويسقة تضرم البيت على أهله. وعن أبي قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، جنح الليل يعني ظلمة الليل، إقبال الليل، أصل الجنوح هو الظلام في اللغة، الجنوح في اللغة معناها الظلام، يبقى جنح الليل يعني ظلمة الليل أقبلت. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ. والشيطان هنا اسم جنس، يعني الشياطين، يعني جنس الشيطان. فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، يكون بقى الشياطين راحوا أماكنهم، اللي راح مدرسته، اللي راح شغله، اللي راح بيته، خلاص الشوارع فضيت، يرجعوا يلعبوا تاني، ما فيش مشكله. فهم؟ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قرابكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. يا سلام على كلام النبي، وأطفئوا مصابيحكم يا أهل مصر، أطفئوا مصابيحكم بأمر النبي لا بأمر الحكومة. وعن أبي قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نحوا مما أخبر عطاء، إلا أنه لا يقول اذكر اسم الله عز وجل. وعن أبي قال: وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج بهذا الحديث عن عطاء وعمر بن دينار كرواية روح. وعن أبي قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم. الفواشي اللي هي الدواب، الدواب اللي قاعدة طول النهار تدب كده ومشي. المصريين يقولوا ايه؟ الواد دواب فاشة، مش كده واد؟ عارف انت اللفظ ده؟ فاشة يعني طول النهار قاعد رايح جاي، عامل زي الدبة كده. ده العوام المصريين يقول لك الواد دوت فاشة. فاشة يعني ايه؟ يعني يكسر ايه؟ الحركة، زي الدواب. فالفواشي هي الدواب كثيرة الحركة. لا ترسلوا فواشيكم يعني دوابكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، يعني إقبال الليل. فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس، عشان يروحوا عملهم، يصحوا يعني ويستيقظوا حتى تذهب فحمة العشاء. وعن أبي قال: صحيين بقى اللي رايح يجيب فطار، واللي رايح يجيب فول، واللي جايب طعمية، واللي رايحين بقى يأكلوا بقى يشوفوا طلباتهم، والجنية رايحة تجيب خضار للعيال عشان تأكلهم، وشغلانة بقى مواويل. فاحنا نبعد نسيب لهم الشارع يمشوا فيه شوية، ما احنا طول النهار شغلين الشارع. فهمت؟
وعن أبي قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث زهير. وعن أبي قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء. وباء يعني مرض معدي. يقول لك ايه الانفلونزا انتشرت وباء نزل فيقول لك الانفلونزا انتشرت مش كده برضو الوباء نزل ما هو الوباء والمرض المعدي فهمت ازاي ده الوباء يبقى المرض المعدي صدق رسول الله والله احنا بنعيش الحاجات دي مره يقول لك انفلونزا الدجاج ومره انفلونزا الخنازير ومره حاجات كثيره نسمعها كده ما نعرفهاش ولسه هنسمع حاجات كثيره طول ما انت عايش هتسمع حاجات غريبه لكنها كلها اوبئه. ويقال ان الوباء ده بينزل في شهر كانون الاول. كانون الاول اللي هو شهر ايه؟ شهر ايه كانون الاول؟ يناير. هو في عز الشتاء ايام الانفلونزا والزكام. وصدق رسول الله. شفت بقى؟ بس اللي قال كانون الاول ده مش النبي. ده علماء الطب في الروم ايام العرب زمان. قالوا ان في شهر في السنة يكسر فيه الاوبئة وحددوه شهر يناير لكن هو غالبا بيبقى في الشتاء ما يمنعش ان يجي في الصيف كمان ويعمل نزلات معوي ايه المانع يعني المهم تغطي الاناء وتريح نفسك عشان ما يجيش الوباء ايه يصيب اولادك ويصيب نفسك بامراض. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وعن أبي قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا ليث بن سعد بهذا الإسناد بمثله غير أنه قال فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء وزاد في آخر الحديث قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. الأعاجم أهو يا ده طلعت موجودة في صحيح مسلم حاجة جميلة. أصل الوقت أنا قريت صحيح مسلم ده ثالث مرة أقرأه فالظاهر هو راسخ في ذهني فقلته من ذهني. دي ثالث مرة أقرأ فيها صحيح مسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. اوعى تنام ومولع نار. يا ده أنا ياما شفت. أنا أول بداية حياتي الجراحية اشتغلت نائب جراحة حروق وتجميل. قعدت كده 3 سنين مسؤول عن قسم الحروق والتجميل في مستشفى أحمد مالك. ياما حالات كانت تجي لي اسر كامله محروقه بسبب ان هم كانوا مولعين على اكل وناموا. والله كانت تجي لي اسره كامله الاب والام والاولاد كلهم محروقين عشان ناموا وسايبين النار. ومنتهى الخطوره. فهمت ازاي؟ كلام النبي رحمه ناخد بالنا. مفيش حاجه اسمها ايه؟ الست تولع على النار وتقول انا هريح شويه كده على ما اكل يستوي، تقوم يروح في النوم من تعبها وبعدين ايه؟ الاكل يروح فاير على البوتاجاز طافي البوتاجاز ويفضل البوتاجاز يطلع الغاز يجي جوزها داخل بالسيجاره بيولع جاي من شغله ومعاه السيجاره البيت كله كل البيت يولع. يا ما شفت بقى قصص من هذه القصص. يعني لو احكي لكم قصص كثيره على مدى 3 سنوات وانا نايم كانت تجي لي اسر كامله محروقه. يبقى احط الراجل ومراته وعياله جنب بعض كده محروقين. واخد بالك ويموت واحد ورا الثاني لان بيبقى حروق عميقه وجامده ونسب كبيره. فتبص تلاقي ده يموت بعد يومين وده بعد 3 ايام وده بعد 5 ايام وبعد 6 ايام على مدى 10 ايام الاسره كلها تدفن. كل ده بسبب ايه؟ ان بيسيبوا نار ويناموا بمنتهى الخطوره. مفيش حاجه اسمها تولع على نار وتنام ابدا. فاهم؟ قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. خد بالك ان عدوك في الدنيا حاجتين الشيطان والنار. اعرف دي كويس. عدوك في الدنيا حاجتين الشيطان والنار. والعجيب ان الشيطان خلق من نار برضه. فهمت بقى ازاي؟
وعن أبي قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو عامر الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي عامر قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت على أهله بالمدينة في الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم. يا إيدة سبحان الله، أدي ميزة بقى إيه قراءة كتب السنة كثيرة. تبص تلاقي بتتكلم بحديث النبي وانت بتتكلم كلام عادي، بتنطبع بقى في ايه؟ يعني اوصيكم ان كنتوا تقضوا عمركم كده في كتب السنه. والله تخلص مثلا صحيح البخاري تروح داخل صحيح مسلم، خلص صحيح مسلم تخش في ايه؟ في ابي داود، خلص ابي داود تخش في سنن ايه؟ الترمذي، خلص الترمذي تخش في النسائي، خلص النسائي تخش في ابن ماجه، خلص ابن ماجه تخش في ايه؟ في الدارمي. ما هو الموطأ في دول. خلصت الدارمي ترجع تاني تجيب البخاري، واخد بالك؟ انا بقول لك دي ثالث سنه. انا كمان قرانا الحمد لله مسند احمد بن حنبل كامل في 11 سنه كامل خلصناه. ده الكلام ده في ايام ما كنا في المنيل، واخد بالك؟ بشرحه لعبد الرحمن السعادي، كتاب اسمه الفتح الرباني، ايه شرح ترتيب مسند احمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الاماني، 11 مجلد، 11 مجلد عندي هنا في المكتب، اسمه الفتح الرباني ترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الاماني للشيخ عبد الرحمن السعاتي ابو حسن البنا اللي عمل لنا مشكله الاخوان. فهمت ازاي؟ وانا اشتريته من سيف الاسلام حسن البنا، من سيف الاسلام ابن حسن البنا محامي اسمه سيف الاسلام، لانه ما كانش موجود في السوق وانا كنت عايز احصل على نسخه من هذا الكتاب، فسالت ناس كتير جيراني عايز اجيب الكتاب ده اجيبه منين اجيبه منين، قالوا لي ايه، قابلت واحد في صلاه الفجر اعرفه قال لي ما فيش الا سيف الاسلام هو اللي عنده بعض النسخ في المخزن بتاعه، ورثها من ايام جده وما طبعوهوش تاني. فضلنا وراه لما جبت تليفونه واتصلت بيه واديت له عنوان عيادتي بعته لي على عيادته. واخد بالك 11 مجلد. حسن البنا هو اللي طلع لا ابوه عبد الرحمن السعاتي ابو حسن البنا. عبد الرحمن السعاتي ده ابو حسن البنا. كان سعاتي لانه بيشتغل في الساعات وكان اصلا راجل عالم حديث. انا قرات احنا قرينا الكتاب ده كلمه كلمه. ال 11 مجلد ده قريناه كلمه كلمه الحديث وشرحه. في 11 سنة بعد الفجر يوميا، في 11 سنة كل يوم نقعد نقرا ربع ساعة بس. خلصنا في 11 سنة. فهمت ازاي؟ مسند احمد بن حنبل حوالي 28,000 حديث. فأنت ما تعيش مع كتب السنة دي نعمة ما بعدها نعمة، تعيش مع أنفاس النبي كده. فهمت؟ فأنتوا وراكوا كتب كتيرة تقروها يا جماعة. ما أنتوا كمان وراكوا عمر طويل تعيشوه، فما تعيشوه مع النبي أحسن ما تعيشوه مع إيه؟ مع اهوائكم. طب من غير مسجل يا سيدي ال 11 سنه؟ لا ما كانش حد بيسجل، ما كانش حد يعرفني اصلا يسجله تاني. انا كنا نقعد نقرا ونعلق ونقرا ونعلق، وكان اللي بيحضر ثلاثه. منهم اثنين ماتوا. والله ناس كبار يعني على المعاش، منهم اثنين ماتوا، الحاج بدوي الفقي رحمه الله، والشيخ تاني اسمه الشيخ ايه تاني؟ حاجه عبد الشافي رحمه الله مات. وعايش الوقت الدكتور رشيد. دكتور بيطري هو الوقت اللي عايش، وكان هو اللي ماسك مقراءة الفجر، وعنده الوقت حوالي 70 سنة أو أكتر من 70 سنة، واخد بالك؟ هم دول بس اللي عايشين، وأنا يعني اللي باقي من القعدة دي اتنين بس، الدكتور رشيد وأنا الفقير إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. حد يسيب عدوه في بيته ويخش ينام؟ النار دي عدوك. فهمت ازاي؟ فما تنامش وفي نار في بيتك، لازم تطفي كله. فهمت بقى؟ ونقف على باب آداب الطعام والشراب وأحكامها غدا إن شاء الله.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.